ويبطل بالخروج من غير عذر، فإذا خرج من غير عذر فيبطل اعتكافه، وكذلك يبطل بالوطأ، فلو غيب حشفته ولو لم ينزل فهذا جماع. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن لو أنه باشر زوجته ولم ينزل، باشرها في غير الفرج ولم ينزل، فإن اعتكافه باق. لكن لو باشرها في غير الفرج ثم أنزل فإنه بالإنزال يبطل اعتكافه.